بوي. وين تروحوا؟ من بيطع. اطلعي فاريا. مرحبا. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا بكم في طاكسي المربوح. يسلمك ربي يخليك. نوصلكم باطل القنبيطة وتلعبوا معنا في الطاكسي تقدروا تربحوا حتى بجوج ملايين. إن شاء الله. يلا. سي بون ما كانش مشكل. ما كانش مشكل. ديماريو. ديماريو. يلا. مشكل. في أي سنة فرض الصيام على المسلمين؟ سؤال أول يقول في أي سنة فرض الصيام على المسلمين؟ البلوغ، عند البلوغ. لا، في أي سنة؟ يعني هنا نتكلم على التقويم الهجري. إيه في أي سنة؟ صح، في أي أول سنة؟ شهر رمضان. وش من العام فرض الصيام؟ لأنه الصيام ما كانش مفروض على المسلمين، لكن الحق العام وين فرض الصيام على المسلمين. يلا نعطيكم ثلاث اقتراحات. تفضل. السنة الأولى هجري، ثانية هجري، أم الثالثة هجري؟ ثانية هجري. ثانية هجري، هذا هو الجواب تاعك؟ سنة ثانية الهجرة؟ آخر كلمة؟ والجواب صحيح. 2000 دينار، برافو. بسم الله، كاين موفقة. نروحوا للسؤال الثاني اللي يقول في أي سنة وقعت معركة نافارين؟ لما المدراري يكون قراوة صعب. نافارين قريتها. معركة نافارين اللي وقعت ما بين الجيش التركي والمصري ضد الجيش الإنجليزي والفرنسي. صح. عدنا ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأول يقول 1825 ولا 1826 ولا 1827؟ 1825. في أي سنة وقعت معركة نافارين؟ 1827. عندك فكرة ولا هكذا كبرك؟ لا عندي، قريتها من هذا العام. قريتهم هاد العام. قريتهم هاد العام. يا وما تشفاش عليها. فقط من حفظها وما نسيتها. 1827 هذا هو الجواب تاعك؟ صح. وش عندك معلومات على معركة نافارين؟ معركة نافارين فيها تحطم الأسطول تاع الجزائر كليا. أيوة. وكان من أحد أسباب احتلال فرنسا للجزائر. الله يبارك ما شاء الله، معلومات لاباس بها. والجواب صحيح، برافو. 2000 دينار إضافية. شوية أمبيونس، لازم تفرحوا كي تربحوا ولا قاعدين هكذا. يلا 400 ألف حتى الآن في رصيدكم. هذا الطاكسي الغالي كاع في وارن، على بالك ماشي في وارن، في الجزائر كاع يتبعوك. كان يتبعوك يبغوك. البروبليم جابوا معاك. أبا والله اللي جابوا معاك. ما شاء الله ما شاء الله، العام ثاني إن شاء الله تجاوبوا معنا وشوفوا كامل الحلقات. ماشي غير الحلقة تاعكم برك. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. روحوا للسؤال الثالث اللي أيضا عليه 2000 دينار ويقول هو أول لاعب سجل في تاريخ كأس العالم؟ يعني يحب يقول النسخة الأولى ولا الطبعة الأولى لكأس العالم اللي كانت 1930. أنا في الرياضة شوية. في الرياضة صحيح. يعني صح، سؤال صحيح، لكن ما كانش مشكل. ممكن أنه نروح لسؤال آخر إلى ما عندكمش فكرة. ما عندكش فكرة؟ اقتراحات. اقتراحات ما كانش. ما كانش. هذه ما اقتراحات. ما عنديش فكرة في الرياضة. ما المقابلة كانت ما بين المنتخب الفرنسي ضد المنتخب المكسيكي، واللي فاز على المنتخب المكسيكي 4-1 في المباراة الافتتاحية. والأول يعني الأول لاعب اللي كان سجل الهدف هو اللي يعتبر بيسير أول لاعب سجل في نهائيات بطولة كأس العالم. فرنسي الجنسية ما عندكمش فكرة؟ فرنسي جنسية. لا ما 1930 باش كيتش تعرف. لا لا ما لي سي با غراف. نروحوا للسؤال الرابع. تحب تعرف شكون لاعب ولا لا؟ حاب نعرف. صح، لوسيان لوران. لوسيان لوران لاعب فرنسي
سجل الهدف الأول في الدقيقة 19 بالتحديد ضد المنتخب المكسيكي. تشفع عليها مليح تنساهاش. لوسيان لوبو. ما هو البلد الأكثر تتويجا بجوائز نوبل؟ ما هو البلد الأكثر تتويجا بجوائز نوبل؟ على بنا بجائزة نوبل كاين بزاف، جائزة نوبل للسلام، للطب، للأدب، للفيزياء، أمورات كثيرة. شكون هو البلد اللي تحصل على أكثر من هذه الجوائز؟ في كامل أنواع، في كامل المجالات. المجالات ورا نجمع بلد أوروبي ولا بلد عربي؟ لا ما نقدر نقول لك والو. هنا عندك جوكر، يعني تقدر تستعملي الهاتف تكلموا أي واحد ربما يعطيكم الإجابة صحيحة، ولا تحبوا توقفوا تسقسيوا الناس برا ربما يكون عندهم فكرة. واش رايكم؟ نجم نتصل بالزوج تاعي؟ يلا تقدر تعرفينا بالزوج تاعك واش يدير؟ يلا واش يخدم؟ موظف؟ واه موظف. موظف داكور. ثقفتوا العام لاباس بها؟ الحمد لله نورمال. يسموه؟ عبد المؤمن. يا صام زي مشي هواري. لا عبد المؤمن. عبد المؤمن. أيوة عبد المؤمن، يعني من هذا المنبر إن شاء الله يكون عنده الجواب. البلد الأكثر تتويجا بجوائز نوبل. ما هو البلد الأكثر تتويجا؟ أكثر تتويجا بجوائز نوبل. بجوائز نوبل. أكثر تتويجا هو اللي دا الجوائز نوبل بزاف. جواب ما كانش. يلا ما بقناش 15 ثانية. صح 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 قال لي نورمالمون امريكا. امريكا واه لو اعلم لو اعلم امريكا. امريكا هذا هو الجواب تاعكم؟ هذا هو الجواب تاعنا. اخر كلمة. اخر كلمة. سؤال عليه 4000 دينار، استعملنا جوكر يعني الاتصال بصديق. البلد هذا تحصل على 280 جائزة نوبل في ظرف 120 سنة، يعني كل سنة كان يديها ربما أكثر من مرتين، يعني في أكثر من مجالين. 280 مرة، شكون البلد اللي تحصل على جوائز نوبل هذوك؟ شكون يقدر؟ الجواب تاعك كان الولايات المتحدة الأمريكية، لكن للأسف الجواب الولايات المتحدة الأمريكية. برافو 4000 دينار إضافية. ربيع ما شاء الله 8000 دينار في رصيدكم. ونروحوا لسؤال خامس اللي أيضا عليه 4000 دينار. يلا زيروا روحتيكم بقى ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السؤال الخامس متعلق بمدينه وهران وبالفن الوهراني. من هم مؤسسي الموسيقى الوهرانيه العصريه التي ظهرت سنوات الاربعينيات؟ اربعينيات صح لي زاني 40. بلاوي هواري هادو كيعجبت بزاف. عطينا زوج اسماوات. صح زوج اسماوات صحيح. من هم مؤسسي الموسيقى الوهرانيه العصريه التي ظهرت سنوات الاربعينيات؟ ماشي للمغنيين اللي اسوا المهم الموسيقى الوهرانية العصرية اللي كانت يعني عصرية في ذاك الوقت في الأربعينيات، وكانوا ربما داو أفكار ونوتات. وأنا ما نعرفش بزاف الموسيقى ما تلومونيش. من العالم العربي يعني من الموسيقيين العرب ربما المصريين وكذا داو بعض اللمسات ودخلوا تعديلات على الأغنية البدوية اللي كانت في ذاك الوقت الوهرانية، وأصبحت أغنية وهرانية معاصرة. أعطيني زوج أسماوات. شكون؟ قلت لك بلاوي الهواري. بلاوي الهواري تزوج بلاوي الهواري توفى سنة 2017 على ما أظن، وكان زاد في 1927 على إذا ما خانتنيش الذاكرة. بلاوي الهواري وتزوج هذا ما لازم تزوج باش ندور 4000 دينار إضافية. بلاوي الهواري يلا شكون هذوما الموسيقيين هذول المغنيين القدامى لمدينة وهران معروفين؟ يلا اسم سهل.
وراه عندك. والله ما عنديش فكرة، عندي غير هذا الواحد. بلاوي الهوالي الزوج ما ألاف دينار بحوزتك عندك، يعني دلت أجوبة صحيحة من أصل 5 حتى الآن. عندنا جواب، نروح لسؤال آخر ولا نستعملوا جوكر؟ يعني نقدر نستعمل جوكر لو تحبوا، تخلوا السؤال الجوكر للسؤال الأخير. تبدل السؤال؟ نجم بدل السؤال؟ نروح للسؤال الأخير اللي عليه 6000 دينار ويبقى لك جوكر. بصح أنا نظن أنه السؤال هذا سهل، زعما في الربعينات شوية بلاوي الهواري. أنا نظن باللي تدوا هذا السؤال واللي بعده راح يكون أصعب. ياك هاوي مش الناس هواري بن نحكيو أربعينيات، أربعينيات شيخ كبير بلتوف الله يرحمه. هذاك الله أعلم، ماما مش عارف، ما عنديش فكرة، عندي غير بلاوي الهواري. تا تحرفيها هاي قاعدة واحدة واحدة مراني قاعدة مراني. لا مش مرا، راجل يلا هاني سهلت عليكم. يلا هو 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 يلا يلا وهران وهو يلا أحمد يلا يلا هواري مش الناس. لا صح، هو قلنا بلاوي الهواري، بلاوي الهواري جواب صحيح. والثاني شكون؟ احمد يلا، احمد شكون؟ يلا احمد يا ربي يلا يلا كنا 1000 دينار بحوزتنا راح نطلعوا 12000. اعطيتني نصف اجابه صحيحه وانا نقبل بالاجابه، يعني لازم تكون هارب. هارب هارب هارب، هاي ارواح ما تهربش، ارواح برك. احمد ارواح هنا اسمه احمد و يلا يلا اعطيتكم نص الجواب. يلا احمد وعدك تكون كنا عارفه احمد وهبي. لا احمد وهبي قلتي لي الاول شكون؟ لوي الهواري. والجواب صحيح، برافو، 4000 دينار اضافيه. ما جينا نلقاو احمد وهبي شحال، قلت لكم احمد دي فرحه حديث كافتي يغبى على بالك سيتو كيما عرفتك باللي راني. انا ما حبيتكمش تروحوا ب 8000 دينار فقط، لانه على بالي بلي سؤال السادس راح يكون صعيب، وسؤال السادس عليه 6000 دينار، يعني عندنا 12000 دينار كون نجيبوه نطلعوا 18000 دينار. ما هي عاصمة مدغشقر؟ يلا مدغشقر، يلا عاصمة مدغشقر اسمها ديان بيان. اسم صح، بغينا جوكر واحد نقدر نتوقف تروحوا تسقسوا اي واحد في برا. داكور عاصمة مدغشقر يلا بقاو لي الجواب، 2 مينوت عندكم، 2 دقائق. السلام عليكم، انا اللي مع الطاكسي المربوح وبغيت نسقسيك على واحد عطاني سؤال وبغيت نسقسيك ما عرفتاش. ما هي مدينه عاصمه مدغشقر؟ مدغشقر عاصمه مدغشقر مدغشقر عاصمه مدغشقر عاصمه مدغشقر. قول لنا شويه هكا جاست هكا ولا ما كاش ما عندناش مدغشقر ما عرفتش. نجم نسقسيك خويا؟ معليش اخي نجم نسقسيك، راني مع الطاكسي المربوح وعطاوني سؤال وما عرفتاش وبغيتك تساعدني فيه. وقتي عاصمة مدغشقر. عاصمة مدغشقر ما عرفتاش؟ اي ما عرفوهاش. كاش جواب كافواش ما عرفوهاش للاسف ما كاش جواب. أسف علاش تكتفيو ب 12000 دينار؟ بزاف مبروك عليكم مبلغ 12000 دينار. نقول لكم مره ثانيه نسلمكم المبلغ. بارك الله فيك. الجواب حتى انا مانيش عارف ننطقه. اونتانا نانيفو اونتانا ناريفو اونتانا ناريفو اونتانا اسمها اونتانا ناريفو فوالا. اونتانا وحدها وناريفو ناريفو وحدها وتعرفها وما لقيتهاش حسيتها يا غلي مدير. تكون نقول لك غلي مدير اختي في التاريخ والجغرافيا وحفظتها كل شيء بصح هذه المعلومه ما قلت ما حفظتهاش. يا 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 معليش معليش، ربحتوا معنا مبلغ 12000 دينار. ناو
مبلغ محترم الله يبارك، 18,100 بزاف. تبارك الله فيك. بسم الله. يلا سموك مبلغ ما دام تفرق هذا واحد. يكفي صحتك صحيت. مبروك عليكم مبلغ 12,000 دينار. يلا تفضلوا معايا، قولوا كلمة للمشاهدين. شرف لي. يلا تفضلوا معايا. الله يبارك. مشاركين كانوا في القمة، ثقافتهم العامة الله يبارك ما شاء الله. لبتي هذا كان يعرف الجواب لكن نسى. ها نسيت واسمها أنطان. أنطانا ناريفو. أنطانا ناريفو. دوباش معليش. يلا قول كلمة للمشاهدين بمناسبة الشهر الفضيل. نقولكم صحة فطوركم وكل صحة فطوركم، كل عام وانتم بخير و بارك الله فيكم. وفرحنا كي تلاقينا مع طاكسي المربوح، صافي بليزير الحمد لله يا ربي، وكانت جازت على خير وإن شاء الله صحة فطوركم وكل عام وانتم بخير، وكاع العائلة ان شاء الله الجزائرية تكون بخير ان شاء الله. صح. نسقسي حاجة برك، واش حديري بمبلغ 12,000 دينار؟ تروح كاع شامية وزلابية؟ لا لا اللي نصدقوا منها نجبوا صدقوا اللي نديروا بها افعال الخير ثاني، نحن ثاني نعاونوا ما شاء الله. حتى نعاونوا بها. يلا انت هذا يقول لك قول لهم صحة فطوركم. اي صحة فطوركم وكل عام انتم بخير وان شاء الله العائلة صافي بليزير. كل عائلة تاع الجزائر تبقى تقعد فرحانة. معليش كنت تشوفوا الطاكسي المربوح في التلفزيون، دوكا وجاكم طاكسي المربوح. طاكسي المربوح. ما شاء الله الله يبارك. عائلة كانت في القمة في المستوى، يعني ثقافتها العامة لاباس بها. لو جوكر استغلوه مليح، لأنه الاتصال المكالمة الهاتفية قدروا يدوا بها 4,000 دينار إضافية. اش بقى لي نقول لكم، استناونا أنتم أيضا في ولايتكم، إن شاء الله الحظ يكون معاكم. Oh.